سيد حذيفة، ننتقل إلى محور آخر الحقيقة وهو مهم اليوم في ظل الأزمة التي تعيشها باكستان. بعد هذا المحور السياسي الذي تناولناه، ماذا عن المحور الإنساني في باكستان اليوم جراء هذه الفيضانات التي ضربت البلاد في أغسطس؟ كيف هي الأوضاع اليوم فيما يتعلق بأعداد نازحين وأوضاعهم من حيث المأكل والمشرب والملبس والمبيت وغير ذلك؟ طبعا للاسف الشديد لم يتوجه احد، نتكلم عن القيادات السياسيه حقيقه، لهؤلاء النازحين يعني بشيء كما كان متوقع وكما كان يامل الشعب الباكستاني وكما كان يامل هؤلاء يعني هؤلاء النازحين. كم عدد النازحين تقريبا سيد حذيفه؟ سيد الفاضل، بحسب الارقام غير الرسميه نتكلم عن قرابه 50 مليون شخص. هذا هو الرقم، يعني على أقل التقديرات، وهو رقم غير رسمي، تكلم عن أرقام رسمية من الأمم المتحدة، تكلم عن قرابة أكثر من 30 مليون شخص نازحين في العراء بلا مأوى، بلا مشرب، بلا مأكل، بلا ملبس. هؤلاء هربوا وخرجوا من خضم هذه معمعة هذه الفيضانات وهذه السيول بما عليهم من ملابس. البعض شاهد منازل وهي تغرق. أنا كنت في منطقة فاضل بور وحاجي بور، هذه مناطق تعتبر كأنها أودية. السيول والفيضانات حملت الجثث من الجبال إلى هذه الأودية، مسافات طويلة جدا. نتكلم عن كارثة إنسانية، نتكلم عن تدمير 12 ألف كيلومتر من الطرق، نتكلم عن تدمير أكثر من 200 جسر، نتكلم عن تدمير أكثر من 40 سد، هلاك قرابة أكثر من 2 مليون من الحيوانات والماشية والأنعام في باكستان. تتكلم حتى عن غرق محاصيل السند والبنجاب بشكل كامل، تتكلم عن غرق ثلث باكستان هو تحت المياه، تتكلم حتى عن غرق 75% من اقليم بلوچستان. الاشكاليه في هذه المياه الراكده انها الان بدات تتسبب في امراض حمى الضنك، الملاريا، التيفويد وغيرها من الامراض التي بدات تنتشر في كثير من المناطق الباكستانيه. للاسف الشديد هذه الكارثة الإنسانية هي غير مسبوقة في تاريخ شبه القارة الهندية. لا أتكلم عن باكستان، أتكلم عن تاريخ بري الصغير، أتكلم عن تاريخ شبه القارة الهندية. لم ترى هذه المنطقة فيضانات بهذا الشكل من قبل البتة. ما حدث هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، لكن للأسف الشديد الأحزاب السياسية، وأنا أقول هذا وأكرر على هذا، لم تقم بما يجب عليها القيام به. الجميع مشغول بهمه السياسي، لم يتوجه أحد هؤلاء المتضررين. وأنا هنا لا أستثني أحد من الأحزاب السياسية. أنا حقيقة من هذه يعني من القناة التاسعة أتوجه بالشكر إلى جميع الجماعات الدينية في باكستان بلا استثناء، جميعهم قاموا بعمل كبير جدا إغاثي وقفت عليه بنفسي. حقيقة عمل يعني أنا أستغرب عدم قيام الوسائط الرسمية بما تقوم به هذه الجهات وهذه الأحزاب الدينية. نتكلم من قلة ذات اليد من الشعب الباكستاني، نتكلم عن جمعية الحديث أو نتكلم عن جمعية منظمة الخدمة التابعة للجمعية. أشكركم شكرا جزيلا سيد حذيف فريد، الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.